بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اجتماعنا اليوم هذا بناء على ما توصلت إليه لجنة متابعة الأزمة التي لاحظت أن المؤتمر الوطني قد أصدر قانون رقم 9 الخاص بقانون الميزانية، وأن هناك كثير من الأشياء المهمة في هذا القانون لم يتم تفعيلها، وبالتالي تم دعوة الأطراف أو الجهات الرقابية بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي وأيضا رئاسة الحكومة والوزارات المعنية ببعض هذه القرارات. أهم ما يتعلق بهذا الموضوع هو موضوع الرقم الوطني وتفعيل الرقم الوطني فيما يتعلق ب صرف المرتبات والمشاكل التي واجهت وزارة المالية أو المصرف المركزي أو ديوان المحاسبة عند صرف هذه المرتبات ومتابعتها، وأيضا والمهم واللي مؤثر حتى في الشارع اليوم ما يتعلق باستبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي. هذا القرار تم اتخاذه عند اعتماد ميزانية 2013 من قبل المؤتمر الوطني العام، وكلفت الحكومة في تلك الفترة بوضع الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، وقامت وزارة الاقتصاد وأيضا مصرف ليبيا المركزي بإعداد دراستين هما موجودات الآن معنا بما يخص هذا الاستبدال. ولكن الحقيقة أنه لم يتم نتيجة لبعض الظروف السياسية لم يتم تفعيل استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، والآن صدر بشكل واضح قانون الميزانية لسنة 2015 بوضع بعض الآليات وإلزام الحكومة بضرورة استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي وصرف المقابل النقدي للقيمة المقدرة. الحقيقة أن هناك عوائق كثيرة لدى الجهات التنفيذية وأيضا استفسارات وأيضا أحيانا حتى نقص في المعلومة عند بعض الجهات اللي يفترض أن يكون عملها متكامل. لجنة متابعة الأزمة اعتبارها تتكون في مكوناتها من رئاسة المؤتمر وأيضا رئاسة الحكومة وأيضا الجهات الرقابية والمصرف المركزي رأت ضرورة جمع كل هذه الأطراف في هذا الاجتماع للبدء الفعلي في تنفيذ القانون، وإذا كان فيها أي مشاكل أو معوقات تنفيذية فأصحاب الجهات المعنية هم موجودين الآن على هذه الطاولة. هذا هو اجتماعنا اليوم اللي نسعى من خلاله إلى البدء العملي في استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وخاصة أننا نعتقد أن هذا قد يحل كثير من المختنقات ويوفر أيضا مليارات من المبالغ اللي هي الآن ذاهبة في تهريب كما ستعرض علينا اللجنة التابعة لوزارة النفط، أو ما يحدث الآن من منع لرغيف الخبز من قبل بعض الشركات نظرا لعدم سداد بعض المديونيات أو غير ذلك. كل هذه الأشياء نبحثها اليوم على هذه الطاولة بعون الله تعالى نسعى، وخاصة أن طبعا رئيس الحكومة سيحضر بعد قليل وقد ذكر أنه مازال في اجتماع مع في حل مشكلة الكهرباء وسيلتحق فورا. لابد أن يكون القرار متخذ على أعلى السلطات سواء كانت التشريعية أو الرقابية أو التنفيذية. هذا باختصار مضمون اجتماعنا اليوم. سنبدأ في اجتماع في وضع نقاط بالتفصيل في النقاش بعد خروج الأخوة مشكورين من الإعلام. بارك الله فيكم.